تفاصيل كتير في حلقة النهاردة. خلونا نروح لأهم العناوين. موسيماني يضم الرباعي غير المقيد إفريقيا لمعسكر الأهلي. إصابة محمد شريف بفيروس كورونا. مسحة طبية جديدة لكهرباء قبل اللحاق بمعسكر الأهلي. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في استاد السويس الجديد. صبحي بيقول استاد القاهرة جاهز لنهائي القرن واللقاء بدون جماهير. ميار شريف تخسر نهائي بطولة لاس بالماس بإسبانيا وتتقدم بالتصنيف العالمي.